السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات. عارف أن أنا متأخر عليكم في برنامج ألحان السماء، وعلشان يكون في ضريبة للتأخير ده هتنزل الحلقة القادمة كاملة إن شاء الله، مش على أجزاء، لا هعملها لكم حلقة مكونة من فيديو واحد، وهيكون عن فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشة إن شاء الله، فانتظرونا قريبا جدا. ده الحاجة الأولى اللي أنا عايز أقدمها لكم. أما الحاجة التانية إن شاء الله هيكون في برنامج جديد قريبا برضو بإذن الله، هيكون اسمه قطوف بس كده، قطوف بقى من الأعمال الرائعة التي أعدت قبل ذلك، أيا كانت هتبقى مقتطفات. طب ليه بنعمل برنامج جديد؟ هو اللي فات ده مش كافي؟ لا، اللي فات ألحان السماء بياخد التلاوة من أولها لآخرها تحليل عميق ودقيق، أما في برنامج قطوف هنتناول فيه المقاطع الشائعة المحيرة والتي تأخذ بالألباب والعقول وتحرك المشاعر وتنتشر بسرعة على السوشيال ميديا، وناس كتير مش عارفين الأداء اللي هنا اتقال إزاي أو اتأدى بأنهي كيفية، فعلشان نتدارسه برضو هنبدأ نعرضه لوحده في برنامج قطوف، ناخد المقطع ونعلق عليه ونشوف إيه هي مظاهر الجمال فيه. ده هيكون بره برنامج ألحان السماء اللي احنا تعودنا على الشكل بتاعه والكيفية بتاعته، وانه بياخد التلاوة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى صدق الله العظيم، وبنتكلم عن القارئ بكل تفاصيله. أما قطوف هتكون مقتطفات من التلاوات ومن الإناشيد ومن الإنشاد الديني والتواشيح والموشحات زي ما ربنا يفيض علينا إن شاء الله. شكر ليكم اهتمامكم وحسن استماعكم، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان أول ما الحلقة تتنشر توصلك على طول وتكون أول المشاهدين لها بإذن الله. شكرا جزيلا، سلام عليكم ورحمة الله.